السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين ان شاء الله، في صحة جيدة. هنايا ان شاء الله غادي نخيط معكم هاد الجلابة، غتكون مخيطة غير بالكابلي. شوفوا ان شاء الله الطريقة ديال كيفاش تمونطيو هكا جلابة بالكابلي، كتجي سهلة وفي نفس الوقت دغيا كتخيط. وريكم هنايا عندي الفتحة، دير فيها 31 سنتيم. صافي، كنجيب هاد الكابل اللي غيكون عندي في الوسط، هابط، كنبداها كيما شتو تما في من الفتحة وكنهبط بيه، كنحاول ندوزو على الخياطة في الوسط. الكابل راه مدوزاه على عنقي وكنخليه مرخوف، ما كنزيروش. انا غادا وانا كنحل داك الخياطة. انا هادي الفتحة ديال تكون عندي في الرقبة، حتى هي كندير فيها 8 سنتيم. والكابلي الثاني غادي نحطو هكا من هاد الجهة، نخليه 1 سنتيم وندوزو، يكونوا هابطين عندي 3 ديال الكابليات. هادي ما غيكونش فيها العقاد، هاد جلابة جلابة بلا عقاد. هكا كاين شي اخت اللي كتبغي دير جليبة هكا هي بلا عقاد، تكون خفيفة. صافي، كتهبطو التاني هكا لاصق مع هذاك الكابلي الاول. هذا راه ماشي مذبح، هذا كابلي كيكون رقيق على المذبح. وغادي نهبطو هكا مع الفتحة. انا ولي نطلع التالت، حتى هو نشدو من الفتحة من التحت ونطلع معاه، نحاول داك الكابليات يجوني متلاصقين مع بعضياتهم. غير بشويه كترخيو الكابلي دائما في عنقكم، وكتبقاو غاديين وكتدفعوا هكا بيديكم باش ما تجيكمش الخياطه مكمشه، كتجي مطلوقه. صافي، غندوزو هكايا على هاد الشكل هذا. غادي نولي ندوبل هاد الفتحة، ندوبل لها الكابل على 3. انا دوزت الاول وهذا الثاني، صافي. دابا غادي نوصل الكابل الوسطاني، وغادي نغرس الابرة في الكابل اللي عندي وفي الكابل الوسطاني وندور باش هكا يجيني مداير مزيان على هاد الشكل. ندور مع الجهة الاخرى، درت لها الفتيحة في الوسط، اللي بغا دير الفتيحة في الجناب ديرهم، تبقى على حساب الاختيار ديال الكليانة شنو بغات. على هاد الشكل كيما شتو كتجي مدور. وغادي نعاود له الثالث، اللي كيبغي هكا جليلبة شهر رمضان يدخلوا علينا وعليكم بالصحيحة والسلامة، وباش كتمناو ان شاء الله. كيبغي هكا جليلبة خفيفين، ميكونوش فيهم داك السفيفة وداك الشي تقيل والعقاد. هادي مولاتها غادير لها واحد الطريزات في الجناب، وغادير لها الطرزات في الكمام. ان شاء الله تشوفوا التصويرة ديالها الشكل النهائي كي غيجي. صافي، كما شفتو راني خيطت داك السنتيم اللي خليت، خيطته لداخل. غادي نجيب هكا داك الدوفات القداميين ونمونطيهم. هذا توب الكريب اللي عنده دوفاس، عنده الدخلاني بحال اللي كحل. داك العلامة اللي كنقصو منها سنتيم راه كنديرها من الجهة ديال الأمام.
هكا كنشد بيديا ونقاد. غنحل داك الخياطة وندوز لها كابلي من الفوق. نحاول نحل الخياطة ما نخليهاش مكمشة باش هكا الجلابة ما تجينيش فيها التكماش. هذا الكمام ديالي غادي نخلي واحد السنتيم وندوز هكايا بالكابلي ندوزو في الوجه ديال التوب حيت ما عنديش انا السفيفه غندوزو في الوجه فاش كيكون السفيفه راه كندوزوه في القفا. نجيب لكم الثاني ندوزهم في خطره داك السنتيم راه نطويه هكا لداخل وغادي ندوز عاود كابلي الثاني والثالث دوز ثلاثة. بالنسبه لهاد الجلابه كانت واحد الاخت طلبت مني قالت لي الا بغيت جلابه وتكون بلا عقاد زعما شنو ندير لها في القدام ولا باش نجمعها. هذه هي الطريقه الا بغيتي ديريها. نتمنى انك تشوفي هذا الفيديو. صافي هنا راه كنديروا ثلاثه ديال داك الكابليات كندوزوهم هنا كنمونطي الجناب هنا القبرة راه كنخلي واحد داك 6 سنتيم ولا 7 كندخلها لداخل. راه فايت مشاركه معاكم الطريقه علاش باش يجينا فيني من داك الرويس ما كيجيش خارج داك الزوائد كيجيو خارجين وباينين فاش كيتحط هكا على الظهر. وانا غادي نجيب القب وغنبدا من داك 13 سنتيم اللي كنخليو خارجين. هادي كوما اللي كان هاد 13 سنتيم كنخليوها باش نفينيو بها داك 7 سنتيم ولا 8 سنتيم اللي كنخليو ديال في الرقابة داك الفتحة. صافي هنايا كنخلي واحد سنتيم وكندوز الكابلي ديالي كما شتو راه كندوزوه في القفة ديال القب هكا باش ما كيدار على الكتاف كيجي باين الخدمة كتجي هي اللي باينة. وهنايا غنجي نطوي واحد نص سنتيم داك السورجي اللي عندي باش ما يبقاليش باين. كما كتعرفوا هنا الطراسن راه ماشي هي السفيفه، السفيفه راه هي كتفيني ان هاد هنايا في الطراسن غندير على هاد الشكل هذا. غنجيبو داك السنتيم اللي كنخليوه كنطوي واحد نص سنتيم لداخل ونص سنتيم الاخر كندوزو عليه الخياطه. انا راه كنخيط بالسبيب راه ما كيجيش باين وراه غادي دوز ندوز عليه الكابلي ما غاديش تبقى داك الخياطه كتبان. صافي هكا باش داك السورجي كيجيني مفيني لداخل وما كيبقاش يبان. وغندوزو الكابلي الثاني هنايا والثالث حتى هو 3 المرات باش هكا الجلابه كتمشي متناسقه كي الكمام كي القب كي الفتحه
كي الهبطة اللي عندنا هابطة لتحت هابطة في القدام، كنمشيو بيهم كاملين بثلاثة ديال الكابليات. صافي هنا دوزت ثلاثة على هذا الشكل كيجي. غادي ندوز كابلي واحد، هذا هو اللي غادي نفيني به الدورة ديال الرقابة. مشتو كندوزو قريب من داك الكابليات بثلاثة، كنخلي بيناتهم واحد نص سنتيم ولا سنتيم على حساب. صافي كنجي لتما كندير واحد الكرانه هكا باش يدور ليا داك التوب حيت غنقلبو لداخل. صافي هكا وندوز له الخياطه، غندور معاه كامل، كندوز الخياطه حدا الكابلي. صافي هنا دوزتها، غادي نجي نعلم المنتصف ديال الرقابه ونلصق مع داك الخياطه ديال المنتصف ديال القب ونشدها على هذا الشكل. هذا كندير واحد العلامة نص سنتيم. صافي وغادي نخلي واحد سنتيم، غندوش الخياطة على الكابلي، غنبعد على الكابلي بواحد سنتيم وعاد ندوز الخياطة. يكون بطبيعة الحال كنشد حتى الدورة من التحت. راني كما شفتو راني هنا كنوريكم، خلي واحد سنتيم حيت بيه غادي نفيني الرقبة. غنحيد داك الزوائد اللي عندي تمايا، وهاد 13 سنتيم كنجيب على هاد الشكل كتحط. وغادي ندوز نفيني بداك السنتيم اللي عندي، غنغطي به داك الزوائد اللي عندي. شي زوائد الا كان بزاف راه كنقص منها. صافي وندوز دابا بالخياطة على الكابلي من الفوق كندوز. هذا هو الطريقة ديال الدورة ديال القب، كتجي سهلة وكتجي فينية مزيان. هذا هو الدورة ديال الرقابة كتجي على هذا الشكل. هذا وهذه هي الجلابة. ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي كي طلعت. والسلام عليكم ورحمة الله.